بصادف هذا الأسبوع هو الأسبوع العالمي لضغط العين للتوعية أكثر بكيفية الوقاية من ضغط العين، وهي المشكلة المرضية اللي أكيد بتأثر بشكل كتير كبير على حياة العديد من الأشخاص. نتحدث أكثر عن هذا الأسبوع وأيضا عن مشكلة ضغط العين من ناحية أعراضها وأسبابها وعلاجاتها. نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور بهاء الدين جبر، اختصاصي طب وجراحة العيون. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير عليكم وعلى جميع اللي عم بيشاهدونا، وشكرا كتير لقناة رؤية على اهتمامها بهذه الأمور التوعوية للمجتمع. أهلا وسهلا فيك نورتنا. طيب رح نبدأ حديثنا دكتور عن الأسبوع العالمي لمكافحة مرض ضغط العين. نعم، بصادف من 12 ل 19/3 الأسبوع العالمي اللي خصصته الأمم المتحدة للتوعية بأعراض والوقاية والعلاج من مرض ضغط العين. نعم. طبعا كتير ناس بيسألوني أنه يعني تخصيص أسبوع كامل لهذا الموضوع شو المغزى منه أو شو الفائدة منه؟ بنقولهم أنه هذا المرض بالذات الوقاية فيه خير بكثير من العلاج، هو السبب الثاني لحدوث العمى على مستوى العالم كله، وهو السبب الأول لحدوث العمى في فئة كبار السن، وبالتالي بيستدعي منا أن نعطيه هذا الاهتمام ونعطيه هذا الوعي لكل الناس، لأنه إذا قدرنا نشخصه ونعالجه قبل ما يبدأ المرض بنكون حمينا كتير من الناس من فقدان نعمة البصر لا سمح الله. نعم. طيب بما أنه إحنا عم نقول أنه هاي المشكلة أكيد يعني رح يكون في إلها أثار وخيمة على حياة الأشخاص، يعني من ناحية فقدان البصر لا سمح الله، خلينا نتحدث أكثر إذن هيك عن المشكلة بحد ذاتها عند حدوث المرض. شو اللي بيصير لما يصير في ضغط بالعين عند الإنسان؟ نعم، هلأ مرض الجلوكوما بكل بساطة هو مرض يصيب العصب البصري. هلأ سبب إصابة العصب البصري بهذا المرض بيكون بسبب عدم توازن السوائل اللي عمالها تفرزها العين مع السوائل اللي عمالها تتخلص منها العين، وبالتالي بسبب تغيرات في ألياف العصب وتغيرات في الخلايا العصبية بتأدي لموت هاي الخلايا شوي شوي وفقدان النظر بشكل تدريجي، وهون الخطورة الشديدة لهذا المرض. يعني إحنا عم نحكي عن مرض قد لا يشعر المريض فيه بأي أعراض طوال سنوات، بل أكثر، يمكن أكثر من 10-15 سنة ممكن الإنسان يكون عم بيعاني من هذا المرض، وهو يطلق عليه إحنا باللغة الطبية بنسميه السارق الصامت أو اللص الخفي، لأنه يزحف بهدوء على خلايا العصب شوي شوي، بدمرها شوي شوي، وبيخرب مجرى البصر بطريقة لا تؤثر على حدة الإبصار من أول ما يبدأ المرض. فجزء أساسي من علاجنا لهذا المرض إنه نشخصه بشكل مبكر وبوقت مبكر، وإنه نتعرف على الفئات الناس اللي معرضة لهذا المرض أكثر. طيب دكتور إحنا رح ناخد فيديو، هذا الفيديو يمكن حكينا أنا وإحنا وياك قبل شوي إنه بيوضح كيف اللي مصاب بمرض ضغط العين بيشوف كيف الرؤية تبعته. هذا فيديو مؤثر جدا، مؤثر. أنا حبيت الكل يشوفه لأنه بيلخص معاناة الإنسان اللي بيعاني من ضغط العين بشكل واضح لكل الناس اللي عم تشوفه. طيب خلينا نشوفه إذن. Ish po sa work night. Oh, ikaw rin. At saka marami po kaming exam lola sa isko. Ganda-ganda mo na. Lola, ang dadami naman po halaman dito. Tsaka ang gaganda pa po, lola. Wow, lola, ang dadaba po ng mga orchids na. Tsaka ang gaganda pa po, lola. Pwede po matignan to dahil mas marami pa po. Parang sumakit ang ulo ko. Gumagayat ang pag-garden. Tingnan na po kayo para gumanda yung pakiramdam nyo. Thank you po. Nah. يعني يمكن لاحظتوا فعلا شيء مؤثر جدا انك انت تكون تشوف الست اللي في الفيديو بدها تطلع على حفيدتها او على ابنها في زي دائره سوداء في مجرى الرؤيه، بنانا شيب بنسميها او زي شكل الموزه، هاي اللي هي بنسميها باللغه الطبيه سكوتوما او اللي هو السواد في مجرى البصر. هذه بتكون مستمره معه للمريض طول الوقت،
بتعيقه عن انه يشوف الناس اللي بحبهم، بتعيقه عن القراءة، بتعيقه طبعاً عن رؤية التلفزيون او قيادة السيارة او ممارسة النشاط اليومي. نعم. اللي بيأثر فينا اكثر كأطباء انه كل هذا الكلام من الممكن ان نتفاداه بوقاية بسيطة. يعني احنا كنا زمان ما عندنا اي وسيلة لتشخيص ضغط العين غير قياس ضغط العين. نعم. الان في اجهزة قياس الساحة البصرية بتشخص لي كيف هذا السكوتوما أو كيف هذا الضعف في مدى الإبصار موجود عند كل شخص. زائدا الإشي التقنية الهائلة والتقدم الرائع والثورة الكبيرة في موضوع تشخيص هذا المرض هو جهاز بنسميه الـ OCT أو التصوير الطبقي لخلايا الشبكية. هذا الفحص بيستغرق أقل من 5 دقائق، والحلو أنه بيفحص لي إحدى طبقات الشبكة العصبية في الشبكية اللي بنسميها الطبقة الموصلة أو الجانجليال سيل. بأحدث دراسة موجودة عن هذا الموضوع صرنا نقدر نعرف أنه التغيرات اللي بنقدر نلتقطها بهذا الجهاز في هذه الطبقة تسبق حدوث المرض بسنوات. وتسبق حدوث ضغط العين بسنوات. وبالتالي إذا قدرت أنا أنه كل حدا يفحص هذه الطبقة ويستعمل علاج بسيط قطرة مرة واحدة بالليل أو ممكن حتى إحدى جلسات الليزر بعض أنواع الليزر، بيوقي نفسه من مشكلة كبيرة زي اللي شفناها إنه ما عماله يقدر يشوف أحب الناس إله لأنه في مدى الإبصار متاح هذا الجهاز طبعا في القطاع العام وفي القطاع الخاص. بالقطاع العام. طب سؤالي، مثلا كل شخص بحاجة إنه يعمل فحص ضغط عين ولا في ناس بيكونوا مرشحين أكثر من غيرهم؟ بالضبط. الناس الأكثر عرضة للإصابة، عوامل الخطورة بتكون عندهم أهمها السن. يعني أنا نصيحتي لأي حدا تجاوز عمره 40-45 سنة مو غلط يعني مرة واحدة في السنة يمر على طبيب العيون يفحص هذه الأشياء. زائدا الناس اللي عندهم تاريخ مرضي، والدته عندها، والده، أخوه، علاقة بالوراثة طبعا لأنه في أسر موجود فيها هذا المرض أكثر من غيرها. مرضى السكري يجب أنه يفحصوا لضغط العين لأنهم معرضين لحدوث النوعين الأساسيات من هذا المرض اللي هو الزاوية الضيقة والزاوية المفتوحة لهذا المرض. نعم. أي حدا بيعاني من التهابات في عينه أو استخدم قطرات تحتوي على مشتقات الكورتيزون برضو لازم يفحص ضغط عينه عند طبيب العيون لأنه كلها هاي الأمور هي عوامل خطورة. نعم. لحدوث هذا المرض. تمام. طيب احنا دكتور رح نشوف مجموعة من الصور هلا نشرح عنها بتوضح موضوع مرض ضغط العين. تفضل. هينا هاي الرؤية الطبيعية على الجهة اليسرى. وهذا هو الفحص البسيط اللي قلنا فحص الساحة البصرية بيكون زي ما انتم ملاحظين في سواد كتير في مناطق الرؤية البصرية زي اللي شفناها عند الست. هاي المرحلة الأخيرة من المرض اللي بنسميها التانل فيجن أو الرؤية النفقية، بصير ما يقدر يشوف غير في الوسط. وبيبدأ الألوان تبهت وبتبدأ الصور. هاي كمان مثال آخر للرؤية النفقية عند مرضى. هاي مراحل متقدمة دكتور. نعم. إحنا عم نحكي هاي مراحل متقدمة. إحنا هدفنا الأساسي من جلستنا اليوم إنه نبعد الناس عن هاي المرحلة. صح. لأنه صح مرض قابل للوقاية وقابل للعلاج، حرام إنه يوصل المريض فيه لهاي المراحل. زي صح ما أنتم شايفين هاي عملها تنعاد نفس الصور لمشكلة زي هيك. صح. بمرض قابل للوقاية طبعا وقابل للعلاج بكل سهولة وبكل يسر. صحيح. تمام. طيب دكتور إذا بدنا نعطي هيك رسالة أخيرة لكل الناس اللي عم بتابعونا بنصائح لإجراءات وقائية الشخص لازم يلجأ لها لحتى ما نوصل لهاي المرحلة المتقدمة لا سمح الله من مشكلة ضغط العين. بالضبط. أنا بوجه نصيحتي لفئتين من الناس. الناس اللي ما عندها المرض إنه لابد إنه تتوجه لطبيب العيون تفحص ضغط العين في أقل من 5 دقائق صارت هذا الفحص وفحص العصب البصري، وهيك بتكون حميت نفسك من مشكلة كتير كبيرة ممكن طبعاً تصير. هلا أي إنسان عنده عوامل خطورة زي اللي شرحناها العمر والسكري والكذا لازم ينتبه أكثر لنفسه ولوالدته ولوالده ولأهله إنه يفحصوا أكثر عن طبيب العيون. هلا نحكي عن المريض اللي عنده مرض ضغط العين، برضو هذا لابد إنه يلتزم بقطراته. أنا بنصح كل المرضى اللي عندي إنه يخلي عنده كارد فيها أسماء القطرات اللي عم بيستخدمها لأنه هذا العلاج يستخدم مدى الحياة وما بصير يوقفه. وما بصير المريض كمان إنه يعتبر إنه إذا ما صار تحسن في البصر معناته أنا بدي أوقف العلاج أو كذا، لأنه الهدف الأساسي من العلاج هو الوقاية. إحنا ما عم نتطلع على إنه تحسن النظر أو ما تحسن، إحنا بدنا نحميه من هاي المشكلة. نعم. زائدا إنه يحط طبيبه
العيون في صورة أي أمراض بتصيبه في جسمه زي أمراض القلب أو أمراض الغدة الدرقية أو التنفس، لأنه كل هاي الأمراض وعلاجاتها إلها علاقة بارتفاع ضغط العين وبنعدل العلاج بناء عليها. نعم. آخر إشي وأهم إشي اللي عم بواجهه بشكل يومي إنه في كتير من الناس إذا صابوا التهاب في عينه بيروح بياخد قطرة لحاله هيك من صيدلية بتلاقيها بتحتوي على مواد قد تؤدي لمشكلة أكبر بكتير من الالتهاب. فأنا بقول له حتى لو ما بدك تاخد قطرة ما في مشكلة، بس لا تاخد قطرة بدون استشارة طبيب العيون المختص. صحيح. العيون مش لعبة، دايما بنقول هذا يعني أثمن إشي الإنسان بملكه، لأنه بيخليه يشوف كل الناس اللي بيحبهم ويشوف طريقه على القليلة. بدي أتشكرك كتير دكتور، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا شكرا لكم. شكرا شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.